فوز مستحق وحريصين كل الحرص أن خاصة في هذه المباراة أن نكسب هذا الفوز وإن شاء الله للمرحلة القادمة ولقاء مقابلة نادي الرائد. ما شكلنا أنه نعيد هوية الشباب اللي لم نظهر خلال فترة أو في الدور الأول لم نظهر بهذا المظهر، ولكن إحنا في إدارة نادي الشباب نحرص أن تعيد هيبة نادي الشباب، وما زلنا في مرحلة بناء ومرحلة عطاء إن شاء الله تعالى نقدم ما لدينا إن شاء الله تعالى. ما في شك إنه هذا الحمد لله يعني توفقنا في هذه اللاعبين، وإن شاء الله ربما إن شاء الله يقدمون ما لديهم إن شاء الله تعالى. ما في شك إنهم أسماء راح يكون إن شاء الله إضافة لنادي الشباب. وفيما يخص الأمور المالية الحمد لله أنا تعاملنا محمد كم كان له دفع الحمد لله تم التعامل مع واستلامها يعني اليوم، وأنا في أي مشكلة هنا. حلت مشكلة الديون تقريبا؟ والله طبعا شوف أي زي ما قلت كل الأندية تعاني من هذا الشيء، لكن الحمد لله أن كنا حريصين خلال الفترة أنه الشباب يسجل، الحمد لله سجلنا وهذا الشيء مهم، أنه هذا الجانب كان مرهق ومزعج ولكن الحمد لله تداركنا به يعني هذا الأمر، وهذا يعتبر إنجاز مو سهل لفريق يعني طبعا تاريخنا الشباب وإمكانياته كبيرة ولو مستغرب عليه، ولكن الحمد لله يعتبر إنجاز في هذه المرحلة. ليس لدينا رعاة وليس ولكن عندنا رجال وهذا المهم والأهم، والحمد لله رب العالمين قدرنا أن نسجل، والقادم بمشيئة الله فيه الشيء اللي دائما تعود عليه جماهير الشباب. في الجزء الثاني لهذا اللقاء أيضا الأستاذ عبد الله القريني نشوفه الشباب نشوفه. قبل كم سنة تقريبا كان في تحالف بين عدة أندية اتفاقية شبه اتفاقية، لما قلت كلمة تحالف صعبة شوية، اتفاقية رئيس نادي الشباب الله يذكره بخير خالد البطان، الأمير عبد الرحمن مساعد، أيضا إدارة نادي الأهلي الأمير فهد بن خالد، إدارة نادي الاتحاد أيام بن داخل، على موضوع اللي هو الرعاة وأيضا موضوع الضائق المالية اللي ستأتي بعد كم سنة اللي احنا فيها الآن تقريبا. هل الضائق الآن اللي احنا فيها يعني زي ما نقول نظرة مستقبلية كانت لهم حتقنع الأندية واللاعبين إن العقود تتخفض، إن الرعاة يصير يعني يبعدوهم يبعدوا الرعاة عن الأندية واللاعبين نفس الشيء ما عاد يطلبوا يطالبون طلبات مالية كثيرة، هل عشتوا هذا الوضع الآن؟ والله أنا أقول بداية وليس الوضع، أنا طبعا ما تكلموا فيه الأساتذة وأصحاب السمو في هذا الأمر، كانت متوقع وكنا يعني مثل ما تفضلت وطرحت هذا الكلام كان متوقع إنه راح تكون الأندية توصل لهالمواصيل ولسه بعد يعني اوكي وصلت ولكن ناتجها في المستقبل يعني كان تكلمنا قلنا الفاتوره باهظه الثمن يعني اسعار غاليه ما في مداخيل وصل لهذه الاشياء اللي هي عمل تراكمي مالي مزعج. السؤال يعني اذا الشيء اللي قاعد يصير الان او صار يعني خلال السنوات الماضيه للاسف يعني كانت مزعجه، ويجب أن أقولها لك عبر قناتنا الرياضية المميزة أن لازم يكون هناك دراسة واهية لهذا الأمر عشان تكون رياضتنا في مكانها، لأن للأسف أعيد وأكرر إحنا للأسف في الفاتورة الآن عالية جدا جدا جدا. إذا أردنا أن تبقى أنديتنا ومنتخباتنا ورياضاتنا بخير يجب أن يكون هناك دراسة واهية لهذا الأمر لإدراك القادم، لأن حقيقة الأندية تعاني الآن والكثير من رجالات الأعمال وكثير من المحبين قد ينسحبون ويكون هناك يعني أشياء فراغ إداري وفراغ مالي مزعج كثير. ما في أي رئيس أو أي شخص عاقل إن يحافظ على ما لديه من ممتلكات يعني كبنية تحتية وكنجوم مثلا على سبيل المثال، اذا عندك نجوم تحافظ عليهم ورجالات هي المكتسبات الحقيقيه لاي ادوات مساعده لنجاح اي عمل. فاللعيبه طبعا هم الناتج لهذا العمل الرائع اللي انت تحافظ عليه لتوصل للنجاح باذن الله. لكن السؤال الاهم من هذا كله، ليش احنا عندنا حساسيه في موضوع إني مثلا أنا لاعب يطلع من عندي أو أنا أجيب لاعب من برا؟ هي مش لازم أنا والله هاللاعب هذا لازم يعني يكون من الشباب. السؤال إحنا في عالم الاحتراف، هل عالم احتراف يحق لك أنك يكون هناك مثلا تبادل مصالح فيما يخص الفريق؟ هل يندى مثلا نفترض نادي الشباب يعني أكثر من لاعب في هذا الخانة؟ طيب طبعا أنا مثلا يعني
وناصر راح واستقطبنا ناصر وجبنا نايف وجبنا فلان وفلان كثير من الأسماء. وإذا فعلا طبق الاحتراف لازم تكون عندنا هذه الحساسية. اليوم حتى السنة هذه استقطبنا أكثر من لاعب، فهذا شيء مهم لازم يكون هناك فلسفة وإدراك لحاجة أو شيء النادي لهالنجوم. هل النجم الموجود هذا في حاجة أنت له ولا لا؟ ولكن زي ما أعيد وأكرر، إحنا في نادي الشباب حريصين كل الحرص أن يكون نجومنا في مكان في النادي، ولا يكون هناك أي تفريط أي نجم إن كان. ولكن الأهم من هذا مدى استفادة هذا النادي من هذا النجم، هل هذا النجم له فائدة في الفريق أو لا؟ هذا الشيء المهم.